قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم الليلة قصة ما أجملها يا أبنائي، تتحدث عن رحمة الله بخلقه وأنه يفرح بعباده التائبين. سبحان الله، الله يفرح، من هذا الذي يفرح الله به حتى نفعل مثله؟ يفرح الله من طاعة خلقه وتوبة عباده إليه. وحلقة الليلة عن فرح الله بالتائبين الذين إذا أساءوا أحسنوا وإذا أذنبوا استغفروا. اروي لنا هذه القصة يا عم، فقد شوقتنا إليها. كان هناك رجل يريد السفر، وبدأ بإعداد أدوات سفره، ووضع كل ما يملك على دابته. الحمد لله، انتهيت من حمل كل أمتعتي على الناقة، طعام، الشراب، الأمتعة، كل شيء. ها، بسم الله، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. سبحان الله، الحر شديد وقد جعت. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. سبحان الله، لقد مشيت في سفري هذا أياما كثيرة، وأمامي من الأيام أكثر لأصل إلى بلدي، فالحمد لله الذي رزقني هذه الدابة حتى تحملني إلى هذه البلاد البعيدة. يا الله، لقد تعبت من سفري هذا، يا ليتني أرتاح قليلا. لا بأس أن أرتاح قليلا ثم أواصل المسير. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لقد نلت قسطا من الراحة وحان وقت الرحيل، فلنستعد. ها، توكلت على الله. سبحان الله، أين الناقة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لقد ذهبت الناقة، فكيف أصل إلى بلدي وأهلي؟ فالمكان بعيد جدا، ولكن لابد من المحاولة. اللهم أعني. يا إلهي، لقد أصابني إرهاق شديد، ولا تستطيع قدماي أن تحملني. فقد ذهبت الناقة وعليها كل شيء، فليس معي من الطعام ولا لقمة، وليس معي من الماء ولا قطرة، والمسافة بعيدة، وقد أشرفت على الهلاك. اللهم رد علي ناقتي، لا سبيل لنجاتي، ولا بد أني سأموت هنا، أجلس تحت هذه الشجرة حتى أموت. ها، سبحان الله والحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم ما أكرمك وما أرحمك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أستغفر الله، لقد أخطأت من شدة الفرح، فكان قصدي أن أقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. تعالي يا ناقتي الحبيبة، فأنا صاحبك وأنت ملكي، فلا تبتعدي عني. أرأيتم يا أبنائي فرح هذا الرجل بناقته؟
نعم يا عم، فقد فرح فرحا شديدا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من هذا الرجل عندما وجد ناقته. سبحان الله، ما أرحمه من رب وما أكرمه من إله، بهذا القدر يحب الله خلقه. اللهم إنا نحبك يا رب، لقد متعتنا بهذه القصة يا عم. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل.